وصل منتخب مصر استعداداته للقاء كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وأدى المنتخب الوطني اليوم تدريبه على الملعب المخصص لتدريباته، حيث شارك في المران جميع اللاعبين، فيما بدا محمود حمد الونش تدريبات منفردة بالكرة ضمن مرحلة تأهيله. تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظيره منتخب الجابون بضربات الترجيح بواقع 7 ركلات مقابل 6، وذلك في دور 16 من المسابقة. وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت للمنتخب البوركيني. وفي البطولة نفسها يلتقي المنتخب الكاميروني غدا مع نظيره منتخب جزر القمر في الدور الثمن النهائي، وفي مباراة أخرى بالدور ذاته يواجه المنتخب الغيني نظيره الجنبية. نهاية أخبار الرياضة وعودة لإلهام ورجاء إليكم.